علاقتي بالعيطة، العيطة كبرت من وسط من عائلة فنية وترعرعت من وسط من عائلة فنية، والعيطة حبيتها كيف ما كيقولوا، رضعت من البزولة العيطة. الأزمة ديال الكوفيد اش غنقول لك، اللي مغطي عراتو أزمة دازت على كل شيء الفنانة، مي الحمد لله هذا امتحان من عند الله سبحانه وتعالى، احنا قبلنا به وحتى شي حاجه ما غتوقف في طريق الفنان، اللي حتى الفنان كيبغي يبدع وكيبغي يعطي للجمهور ديالو، وحتى شي حاجه ما غادي توقفنا، مي الحمد لله احنا خدامين. بنادم بحال الشيء الفنان بحال النمله، خصو يخبي شي شوي باش يجي واحد النهار ويلقى راسو باش ياكل. الا ما خبيتيش راه ما كاين حتى شي حاجه، مي ما عنديش شي دخل اخر، ما كنخدمش شي خدمه اخرى، مي الحمد لله الخدامي اللي كنت كنخدم بالفن باش عيش. كنتظروا بشوق هذا اللقاح ولما لا يحيد علينا هذا الوباء ان شاء الله، وتعود الامور لمجاريها ونرجعوا حتى حنا لخدمتنا، حتى جدرينا بزاف. الجديد ان شاء الله راه هو حاليا في يوتيوب. الجديد اعطيني وعد ما تبكيش، داز في حلة جديدة، فيديو كليب زوين، وكنتمنى من الله ينال الاعجاب الجميع. هذا الفيديو كليب اللي يلاه لحتو غير البارح، وعديني ما تبكيش، نال اعجاب الجميع الحمد لله، وبتكلفة بسيطة الحمد لله، وخا تعبنا باش اننا نرضيو الجمهور ديال انوار الزرغوني. وكان الحمد لله تجاوب من الجمهور زوين. الجمهور ديما كيستحق الافضل، وحنا ديما كنرضوا الجمهور الحمد لله، ومازال اعمال جايه ان شاء الله. ضروري عندي الجديد ان شاء الله مع سعيد الروماني، الكاتب سعيد الروماني، وغادي يكون الجديد ان شاء الله بحله جديده وبشي حاجه اللي هي الطوب. كنوعد الجمهور، جمهور ديال انوار الزرغوني، ان غيكون داكشي، يا سلام، انتظروني ان شاء الله. كلمه اخيره كنشكر كل من كيتابع انوار الزرغوني، وكنتمنى لكم سنه سعيده تدخل عليكم باش ما تمنيتو، احبابي وصحابي والجمهور ديال انوار الزرغوني ساعه سعيده. كيف ما كيعرف الجميع 2020 دازت صعيبه بزاف علينا، وانت كنتسناو 2021 ان شاء الله بفارغ الصبر، وان شاء الله اللي غادي تدوز، كنتمنى من كل قلبي غادي تدوز ان شاء الله زوينه، وكنتمنى الجميع يكون فرحان بسنه 2021.